صب كده بقى، سمعونا الصلاه لحضره النبي كده، سمعونا وصل المال الحلو اهوت معانا. شو يا حبيبي كده، سوق سوق يا حبيبي، لسه معانا وصل عرض 10، وفي برضه باذن الله انتظروا انتظروا منا باذن الله في 10 تانيين جايين، في 10 في 10. النهارده معانا عرض هيتكلم عن حوالي 28 بيمه. العرض النهارده معانا في 28 بيمه من اعمار شهرين الى اعمار 10 شهور. عرض النهارده 28 نتان ان شاء الله. سمعونا الصلاه على حضره النبي كده، سمعونا الصلاه على سيدنا النبي. الاسعار هنا يا جماعه بمرد الله، الاسعار هنا يعني اسعار بمرد الله. خليط الهولشتاين موجود، خليط سيمنتال، هنا اثنين اعمار 4 شهور، هنا عمر 7 شهور، خليط سيمنتال برضو. هنا المونبوليار عمر برضه 6 شهور. سمعونا الصلاة على حضرة النبي كده، هنا 10 يا جماعة معانا في العرض أهم. هنا برضه واحدة خليط هولشتاين، وعلى فكرة عجلات كلها يا جماعة، أربع حلمات كلها من تحت السمر. بص الحلمات هنا النبي، عايزين نسمع كده الصلاة على حضرة النبي كده. العرض يا جماعة النهاردة بتاريخ 22، النهاردة الأربع، الصلاة على سيدنا النبي بتاريخ 22، محدش يوم 24 يقول العرض ده فين. طبعا الكلام واضح وصريح، كل اللي شايفني دلوقتي وكل اللي مشاهدني، محدش يكلمنا في العرض ده يوم 24 يا جماعه بعد اذنكم. هيبقى في يعني هيبقى مش هيبقى نفس العرض، هيبقى في عرض غيره، يعني هيبقى عندنا كل يوم جديد. اللي متابعني على سوق بلدنا على الفيسبوك كل يوم معانا جديد. السعر هنا، السعر هنا، السعر هنا بالصلاه على حضره النبي، السعر هنا لا يقبل المنافسه. السعر هنا ولا كلمه، السعر العشرة هنا بما يرضي الله، سعر العشرة هنا بما يرضي الله. والمعلم بيقول، المعلم النهارده وصلنا وقال لي، الحاج حسن ابو الحاج النهارده وصلنا وقال لي، والمعلم ابو عمر ابو الحاج بيقول، قال لك احنا بايعين مش طماعين، احنا بايع ناس بايعين والله مش طماعين. شوف الشلش بتاع البام هنا، اعمارنا يا جماعه بتتكلم عن 7 شهور تمام، وعمر هنا 3 شهور، هنا عمر 4 شهور، هنا برضو عمر يتراوح العمر من 4 شهور الى 5 شهور. الصلاه على حضره النبي. بصوا يا جماعه السلالات، بصوا السلالات هنا، بصوا كده السلالات، انا عايزكم بس كده تاكدوا من السلالات وتسمعونا الصلاه على حضره النبي، وكله بما يرضي الله، كله بما يرضي الله. شوفوا بقى الحلمات كمان هنا من تحت، شوف الشلش بتاع البيمه والحلمات، الحلمات الحلمات يا اخوان، اهم حاجه حلمه البيمه يا اخوان، لا حلمه زايده ولا حلمه ناقصه. وعلى فكره برضو لو في لو في حسنه زياده مش عيب، بس انا بقول لك لا حلمه زايده ولا حلمه ناقصه. وارمي اكل قدامك وميه، اسقي حصول البام ده، يلا اسقيه اسقي، يلا يا معلم اسقي، توكل على الله. بص اهو تشط اهو تش ماكه وسقين كده، بس خلينا ايه، خلينا برضو يشط من قدام الناس اللي بتشاهدنا كده، عشان اعرف البام ده لسه، البام ده لسه جاي من مشوارها، لا اكل ولا شرب. السعر يا باشا، السعر هنا بما يرضي الله. يا صباح العسل يا عم محمد ابو شام، على دماغي يا عم محمد، صباح الفل يا سعاده الباشا، صباح الفل يا رجاله، نهاركم بالصلاة على حضرة النبي، نهاركم عسل، نهاركم أبيض حليب. يا يحيى سوق البندة تاني كده، يحيى سوق يا عم يحيى البندة كده برضه، خلي أوري برضه العشرة عشان نقول على الثمن كده. والله بالصلاة على حضرة النبي، الثمن هنا يا جماعة حكاية، الثمن هنا الثمن العشرة هنا حكاية، بس احنا طالبين منكم الصلاة على حضرة النبي. سوق العشرة كده يا ابني، على العناية الاثنين هقول لك السعر يا باشا، عناية الاثنين حاضر. طلع يا ابني العشرة قدام واحدة واحدة كده، سوق يحيى. هنا اتنين يا جماعه خليط سمنتال، رقم 3 خليط سمنتال، رقم 4 خليط سمنتال، اتنين اهمت 6 خليط هولشتاين، 2 خليط هولشتاين برضو، 8 يبقى كده بقى معانا 2 اهمت، واحده مونبوليار واحده خليط هولشتاين تمام. العجلات كلها يا جماعه 4 حلمات، مفيش غلطه. سوق الباب كده يا حبيبي، سوق، سمعونا الصلاه على حضره النبي، سمعونا الصلاه على سيدنا النبي. بالله عليكم اللي بتشاهدوني، سمعونا الصلاه على، بص بصور لك اهوت اكنك قاعد قدام الحاجه، انا بصور اكنك قاعد قدام الحاجه، بس بالله عليكم اللي بتشاهدوني ما تستخسروش من الصلاه على سيدنا النبي، ما تستخسرش من لايك واعجاب، ادونا اعجابات يا جماعه بالله عليكم، عشان بس الفيديو يلف معانا العالم كله، واللي له نصيب في حاجه ان شاء الله رب العالمين هيشوفها. بصوا يا جماعه بامنا في الميه والشرب قدامك كله حاجه سليمه ما شاء الله، بس بالله عليكم ما حدش يستخسر فينا يا جماعه اللايك والاعجاب، بالله عليكم عايزين اعجابات يا جماعه، اعجابات كده ولايكات عشان الفيديو ده يلف معانا العالم كله، واللي له نصيب في حاجه ان شاء الله رب العالمين هشوفها باذن الله.
صلى على سيدنا النبي. سمعونا الصلاه الحبيب، سمعونا الصلاه على حضره النبي. سعر العشر هنا يا جماعه بما يرضي الله سعر البلاش، سعر العشر هنا اسعار البلاش. الصلاه على حضره النبي، جزاك الله سمره من تحت حاجه. الصلاه على حضره النبي على دماغي يا سعاده الباشا. صباح العسل يابا، صباح الرز يابا والهنا يابا. نهاركم لبن بالصلاه على سيدنا النبي، نهاركم ابيض قشطه باذن الله. تمام يا ابني، سجل الدم ده، زودنا الميه بقى معتشانه، زودنا الميه بقى معتشانه، فاهم؟ كفر انا من عطش والله العظيم، انا امبارح في المدى جاني الميه. الصلاه على حضره النبي، سمعونا الصلاه على سيدنا النبي. شوفونا الحلمات، الحلويات، الحلمات كلها سمره يا جماعه النهارده. وسمليات عاليه، سمليات عاليه عاليه عاليه، الله اكبر عليهم. سعر العشر هنا مغري، ويعني السعر هنا ده الاخر والاول، اخرهم واولهم في السعر هنا. السعر سعرهم اخرهم واولهم 81500، يعني عدتهم عامله 8150، ده كله في بعضه. سعر العشره 81500، سعر العشره 81500، عدتهم عامله 8150، سعر مفاجئ يا جماعه، سعر مفاجئ. السعر على سيدنا النبي، سعرنا بما يرضي الله اعمار 5 شهور واربع شهور وست شهور وسبع شهور. هنا الاعمار هنا شغال العمر من 4 شهور لسبع شهور، تمام؟ سعر الثامن دول 8150 بس. المعلم حسن ابو الحاج النهارده قال هنحطم الاسعار وهنعرف الناس كلها الاسعار بما يرضي الله. اسعارنا هنا بما يرضي الله. هات يا ابو خاصوك يا ابو الملن عليا. الصلاه على سيدنا النبي، سمعونا الصلاه على حضره النبي يا جماعه. سيدنا النبي صلوا عليه، سيدنا النبي صلوا عليه. سلالات ابو عمرو. حبيب النبي، حبيب النبي صلوا عليه. 8150 يا جماعة. سلالات. لان دي سعر العشرة 81500. 81500 عدتهم عاملة 8150. مش هقول لك الواحدة ب 9000 وب 10000. احنا ممكن مثلا في ناس تعرض لك ديت خليط سمنتال، يقول لك عجلة خليط سمنتال ويحضرها لك قدامك، والمواصفات والأربع حلمات ومش عارف إيه والحلاوة والنظام. ويقول لك دي ثمنها 9800، ودي ثمنها 10500، ويقول لك دي ثمنها، يقول لك مثلا على اصغر اثنين فيهم دول هم الاربع شهور همت، يقول لك دول ثمنهم ب 18000 ب 17500، يقول لك دي ثمنها 9500، يقول لك دي ثمنها مثلا 10000. بس احنا ما يلزمناش، واقسم لك بالله انا شفتك ناس بتعرض اختي ديت ب 11 وب 11500 وب 12. النهارده بقول لك السعر العجله فيهم 8150، ده السعر النهائي. سعر النتاء فيهم 8150، اسعار نهائيه لا تقبل المنافسه. المكان يا جماعه، المكان جوسنا، المنوفيه جوسنا، المنوفيه جوسنا، عرب ابو ذكري، المعلم حسن ابو الحاج. رقم التليفون يا باشا 010. اظن يا جماعه اللي بتشاهدوني كلكم اكيد انتم معاكم الارقام. ويا باشا اللي عايز ياخد واحده ماشي، كل بيمه متفيه برضه، الباقي هنا مش زي بعضها، باقينا هنا مش زي بعضها. فيهم برضو حاجات، يعني في حاجه زي كده هنا النهارده اهيت تمنها 7000، في حاجه ب 7000، تمام يا ريس؟ في حاجه عامله 76، مش كل البان زي بعضها هنا، يعني في حاجات فوق التمانيات، في حاجات بتسعات، في حاجات بتمانيات فيهم، في حاجات بتسعات و200. احنا النهارده بقول لك ال 10 في بعضهم، بقول لك ال 10 في بعضهم بما يرضي الله، بما يرضي الله. سعر الشابه 8150 في العرض معانا، والعشرة كلهم يا جماعة عجلات، فيهم عجول قرعة أمك. والنبي حمسك لي العجلة، عايز أشوف زازة العجلة، نفسي أشوف والله ما شفت زازة لحد الآن. أنا عايز أشوف زازة وأوري اللي بيشاهدنا برضه عم حسام زازة. امسكوا الشابة ده، امسك الشابة خلي تسيب الضل ده، اللي عند أي حد تاني يقول لك ب 10 ونص، ليه يا عم؟ إحنا عايزين نحطم السعر يابا، ونعرف الناس اللي بيعرض بيه مع النت. إحنا بقى نعرفه، يقول اللي خلقه الله، اللي بيعرض بيه مع النت يا معلم يقولوا اللي خلقه ربنا. الناس اللي بتعرض يا جماعه على النت يقول لك دي بيور، دي ما اعرفش ايه، دي اصلي، دي مش اصلي، ولا مؤاخذه انا بشوف، انا شايف ناس بايعه بهام يا جماعه، بايعه بهام عن يد وشفتها قدامي، يعني بايع، يعني بيبيع لك عجتين ب 30000. اقسم لك بالله انا بعرض لك النهارده 8150 احسن منهم. لان العالم بنضحك عليها يا جماعه وتهموا في الناس، فما حدش يتهم في حد يا جماعه، ما حدش يتهم في حد. ناس عايزين بس الصلاه على حضره النبي. امسك لي الرجاله، امسك لي الرجاله عشان ما تخبطش. رجع التليفون من دي، خلي بالك. ايوه كده، انا عايز اشوف الاربع حلمات اهي.
الصلاه على حضره النبي. اربع حلمات طمت يا جماعه. شلش ايوه هات خد السمنتله الثانيه هاتها لي. هاتوها هاتوها. سمعونا الصلاه على سيدنا النبي يا جماعه. يا جماعه بالله عليكم ادونا اعجابات، عايزين كده اعجابات بالله عليكم ولايكات. بالله عليكم اعجابات يا جماعه، عايزين اعجابات مش عايزين تعليق، احنا عايزين اعجابات بس، عايزين اعجابات. والنبي يا استاذ عادل الله يسترها معاك. بس 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 سيبها هادية يا مين هادية بس اهو. بز السمنتال اهو، الخليط السمنتال بيبقى بز اهو. اربع بزاز مسطرة، اربع بزاز مسطرة. بس بالله عليكم يا جماعة عايزين اعجابات، بالله عليكم شاهدونا عايزين اعجابات 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 بس يا بصيبة. طحب الله دي اللي بتتعرض بكام يا معلم حسام؟ 11000 ونص. دي تمنها يا جماعة، اللي عايزها لوحدها، اللي عايزها لوحدها 7650 لو عايز دي. ولو عايز نفيلك برضه افيلك، لو عايز نفيلك العشرة افيلك. في اللي زي ديت برضه ب 7000، في اللي زيها برضه ديت 9000 الا 200، 8800. في زي ديت 8800، في زي ديت يا جماعه 7000. تمام؟ في زي ديت 7650، في زي ديت 7800. تمام؟ في زي اللي هنا بص كده هنا 8400. بس انا بقول لك سعر البهايم دي في بعضها، سعر البهايم هنا في بعضها ب 8150 الشابه. سعر انا هبيع ال 10 على بعض يا جماعه. ال 10 واللي عايز برضه واحده فيهم هنفيله برضه ونديله عادي ما يهمكش. سمعونا الصلاه على حضره النبي بالله عليكم، سمعونا الصلاه على حضره النبي وامنتكم، امنتكم بسيدنا النبي وبرسول الله. بالله عليكم يا اخواني اللي بتشاهدونا عايزين اعجابات، ادونا اعجاب بس بالله عليكم عشان الفيديو يصلح معانا على كله. اعجاب يا محترمين كده بعد اذنكم. يا جماعه اعجابات بالله عليكم يا جماعه، اعجابات يا جماعه بالله عليكم يا جماعه. صلى على حضره النبي، سمعونا الصلاه على سيدنا النبي. العجله ب 8150 النهارده، عمر 5 شهور و6 شهور عندنا. سمعونا على النهارده باذن الله انا هحرق الدنيا باذن الله. لازم نحرق السوق، لازم نحرق السوق. معانا في العرض اهم يا جماعه اثنين خليط سمنتال، ثلاثه اربعه. اربع شبات خليط سمنتال واثنين مونبوليار يا جماعه واربعه اولشتاين. اثنين مونبوليار هنا اهوت، خليط مونبوليار قرع. اثنين خليط مونبوليار جرع يا جماعه. اثنين خليط مونبوليار جرع. حاضر يا معلم. ودي اصغر واحده فيهم يا جماعه اللي هي تقف 7000 او 7100. ديت اصغر واحده فيهم توقف في 7000 او 7100 يا جماعه، يعني من ضمن التفايه. تمام؟ من ضمن التفايه بتاعتها 7 و100. سعرها ببلاش، دي عمرها اربع شهور اهي. بالله عليك اللي بتشهد شوف الحلمات هنا، بص الحلمات كلها سمر اهي. الحلمات كلها سمر اهي بالصلاه على حضره النبي. وقع التليفون مني يا ريس. الحلمات كلها سمر اهي. بهايم اساس بقر صح، بس لازم كل مره يعني سمر. البز من تحت اصفر بالصلاه على حضره النبي. وعلى فكره يا جماعه البز الاسمر بيقبل ليه مميزات، البز الاسمر تخيل زي كده بيقبل ليه تمييزه. تمام؟ البز الاسمر اللي زي كده بيقبل ليه مميزات، يعني مقاسات حلوه. سيب الشباب امسك لي كده احسن، خلينا نشوف زازن كله كده. يمكن في عجب بتاع زياده، وري الناس كده البهايم كده، يمكن في عجه فيها افتاج، عجه فيها عيب. اكل وزي قدامك كده مال صاحي، لا فيهم عجله بتكح لا مغزى تعبانه، ولا فيهم عجله معمصه من قدام، ولا فيهم عجله دبلانه ولا الكلام ده. لا سمعنا الصلاه على حضره النبي ويرد الله، سمعنا الصلاه على سيدنا النبي ويرد الله، سمعنا الصلاه على حضره النبي. صلي على الرسول، صلي الصلاه. اربع حلمات امت يا جماعه، دي اللي بتعرض ب 12000 النهارده، بنعرض لكم العجله دي بتتعرض ب 12000 ب 8150. مفيش لا 12 ولا 11 ولا 10، مفيش عشرات يا جماعه. السنه مش 11ات ولا عشرات. سيب كده يا ابني، سيب يا حبيبي كده، وريهم بس وجهك. وعلى فكره البان برده نص بهايم، البان دي جايه ربع بهايم. الوش اهو السماحه يا جماعه، احنا ما بنعرضش بهايم وخلاص، لا احنا بنقول لكم السعر، والسعر اللي بنقول عليه بنبيع بيه. وبالله عليكم النهارده 22 ما حدش يكلمني يوم 24 ولا يوم 23، بكره ما حدش يكلمني في العرض ده. حضره النبي بالله عليكم يا جماعه اللي بتشاهدونا، بكره ما حدش بالله عليكم يكلمني في العرض ده، اللي عايز زيه نجيب له ماشي على دماغه. حضره النبي احضرنا والنبي ابو عمر، بس سمعونا الصلاه على حضره النبي صلى الله عليه وسلم.
امسك كده يا بابا. انا امسك خلطه من البلياردو ده. حتى ابو عمر مش هتطلع اقل من 12000. دي معافي دي معافي يس. دي على السريله الحلوه بتاعتي دي مش هتطلع من اي مكان. الهلال والحلاوه. امسك عم كده يا اسطى. امسك افتح البز العجي ده كام ده. الفتحه والعرض صلى الله عليه وسلم. صلى الله حضره النبي يا جماعه بالله عليكم. مش عارف طلع اقل من 12000 يا جماعه. دي سلالات على فكره. البند سلالات مفيش هنا لا بتطلع. واحنا بنحب يعني حي الخليط العالي سواء بقره سواء جاموسه زي ما انتم يعني اللي زي اللي بيشاهدوني وعارفين برضو. واللي عايز اي حاجه اكتب لي في التعليق برضو عادي. اللي عاوز اي حاجه يكتب لي في التعليق بس تسمعونا الصلاة على سيدنا النبي وتابعونا على سوق بلدنا واحد وسوق بلدنا اثنين. ابو عمر احنا النهارده حطمنا الاسعار. قلنا الاسعار بما يرضي الله وحطمناها والمتابعين هم اللي يحكموا بنفسيهم وهم اللي يكتبوا في تعليقاتهم. الصلاة على سيدنا النبي. سمعونا الصلاة حضرتك يا جماعة. يا جماعة سمعونا الصلاة على سيدنا النبي. سمعونا الصلاة على حضرة النبي. على فكرة في بإذن الله وصل برضه معانا اهوت. وصل اهوت بالسلامة. الصلاة على سيدنا النبي. وصل برضه مال الطيب بالسلامة اهوت. في نقلة ايه؟ وفي النقلة الثانية برضه إن شاء الله جايب السلامة مع... لسه معانا نقلة ثانية برضه. خليك معانا وتابع معانا في عرض ثاني برضه. في عرض ثاني خلي بالك. اصحى وخلي بالك وصلي على سيدنا النبي. في عرض ثاني. في عرض ثاني ان شاء الله باذن الله جاي بالسلامه برضه معانا. في عرض ثاني يا جماعه جاي وفي عرض ثالث. يعني في عرض ثاني وعرض ثالث. احنا النهارده مش هنبطل بسات. البس النهارده مش هيكفل. فيعني كل واحد كده عنده لوتر في بيته تفهمني يفتح بقى احسن. عشان احنا كده يعني هنزعل ناس كتير النهارده بالباقات. فانا اسف يا جماعه. يعني انا اسف بجد. انا اسف. بس احنا بنحب نمتع الناس كده ونحب نروق على الناس. وسمعونا الصلاه على حضره النبي. سمعونا الصلاه على سيدنا النبي. مش خساره فيهم بقى على فكره يا اخوان. مش خساره فيهم بقى واثنين. الله اكبر يا رب العالمين. الله اكبر. مش خساره انا بقى وبقتين. سمعونا الصلاه على الحبيب الوش الحلو. حبيب الرزق العرض طعامه الحلاوه. سمعونا الصلاه على سيدنا النبي. الصلاة على حضرتنا. هنا السيمنتال برضه الجول وصل معانا بالسلامة. دايما يا جماعة بص كده فوق بعض اهيت يعني بره قدامكم لو تلاحظوا. دايما هنا كلها فوق بعض يا جماعة. فعايزينكم تسمعونا الصلاة على سيدنا النبي. أسعار لا تقبل المنافسة. أسعار بما يرضي الله. كله بما يرضي الله بالصلاة على حضرة النبي. على سيدنا النبي. ورور 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 تابع معانا. خليك معانا في برضه عرض دلوقتي. انا معانا هضطر يا جماعه في البث. هضطر في البث دلوقتي. ومعانا عرض ثاني برضه. تابع معانا للاخر. وهنسق لكم الاسعار بما يرضي الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدك انتظر مني بعد قليل. معانا برضه عرض في عرض. بعد قليل معانا عرض في عرض ان شاء الله. دخل ابو المال الطيب. دخل الصلاة على سيدنا النبي. سلالات عالية واصلة معانا جدا جدا جدا. واسعار مناسبة للجميع يا جماعة. اسعار برضو جاية مناسبة للجميع. بام جاية يا جماعة متمرمطة زي ما انتم شايفين اهوت. بام جاية متمرمطة مرمطين.